مشاهدي الوطن لايف، اهلا بيكم. لسه بنتابع مع حضراتكم الخبر الحزين النهارده بوفاه اللاعب احمد رفعت نجم فيوتشر بشكل مفاجئ في الساعات الاولى من صباح اليوم. الكل بيتساءل عن سبب وفاه احمد رفعت وايه اللي حصل له خلال الساعات الاخيره قبل رحيله. ده اللي جاوب عنه الدكتور احمد اشرف عيسى، استشاري القلب والقسطره وطب القلب الرياضي بجامعه عين شمس والطبيب المعالج الخاص للاعب احمد رفعت خلال حديثه للوطن منذ قليل. أكد الدكتور أحمد في حديثه للوطن إن رفعت كان بيتمتع بكفاءة قلب تعدت نسبة 50%، كان متابع لحالته الصحية بشكل دوري، اللاعب كان بيكلمه كل أسبوع تليفونيا غير المتابعة الدورية كل 15 يوم عنده في العيادة، والأمور كانت كويسة جدا. كفاءة قلب أحمد رفعت كفاءته وصفها وقال إن قلبه كان الله أكبر اتحسن بشكل كبير وكان عنده استجابة غير عادية في وقت قصير. طيب امال ايه اللي حصل؟ قال ان القلب توقف طبعا بشكل مفاجئ، وان التوقف المفاجئ لعضلة قلب احمد رفعت حصل خلال تواجده في بيته من غير ما يشتكي من اي الم في الصدر او القلب، بعد ما طلب من والدته انها تجيب له طبق فاكهة علشان يعني كان حس بشيء مش مظبوط. طلب احمد طبق الفاكهة، راحت والدته علشان تجيبه علشان ترجع تلاقيه مغمى عليه. الدكتور احمد قال انه كان معاهم طول الليل في المستشفى، واللي حصل كان من غير اي مقدمات خالص، يعني لا في وجع في الصدر ولا حاسس بدوخة ولا عايز يرجع، مفيش اي اعراض تقول ان ده حصل، قضاء الله وقدره فقط. اللحظات الاخيرة قبل موت احمد رفعت جاله تليفون طبيب المعالج من اخو احمد رفعت لما اصيب بتوقف في عضلة القلب في البيت. كلموا الدكتور احمد على طول الطبيب المعالج، قالوا له انه في مشكلة لاحمد رفعت، طلب منه الدكتور على طول انه يوصل احمد رفعت بجهاز قياس نبضات القلب بسرعة او اللي بسموه اللوب ريكوردينج علشان يتفاجئ انه اصيب بحالة اسمها العلمي اسيتول، معناها توقف النشاط الكهربائي للقلب. يقول فجأة لقينا القلب وقف خالص، مفيش أي نوع من أنواع النشاط الكهربائي في قلب أحمد رفعت بشكل نهائي، قلت لهم بسرعة نطلع بيه على أقرب مستشفى فوري. ده الكلام اللي بيحكيه الدكتور في تصريحاته للوطن. الحقيقة توصلنا معاه، لكن طبعا يعني الجنازة والوضع الحالي اللي طبعا في أسرة أحمد رفعت وكل أقربه الحقيقة والطبيب المعالج في حالة يعني صعبة للغاية. اتكلم كمان وقال انه احمد رفعت تم نقله سريعا للمستشفى بعد ما اكتشفوا بواسطة الجهاز طبعا توقف عضلة القلب. حوالي ساعة وخمسة واربعين دقيقة كان اللاعب الشاب بين الحياة والموت. ساعتين الا ربع خضع خلالها احمد رفعت لانعاش قلبي متقدم من الدكاترة في المستشفى، الا ان القلب للأسف لم يستجب للعلاج علشان يتوفى اللاعب في الحال. بيقول الدكتور المعالج انه طبعا كان بيتحدث وهو متأثر الحقيقة، انه اخر استشارة لاحمد رفعت كانت عنده من اسبوع، وانه كان مبسوط جدا من تطور حالته الصحية، ولحد دلوقتي مصدوم بيتناقش مع زمايله علشان يشوفوا ده حصل ليه وايه السبب العلمي في اللي حصل لاحمد رفعت، لكن في الاخر ده نصيب، هو عمره انتهى يعني لحد هنا. في المرة الاولى كان في تفسيرات يمكن كتيرة قوي، لكن المرة دي الدكتور مش لاقي تفسير لحالة أحمد رفعت. يمكن خلينا أقول لحضراتكم إن الدكتور أحمد هو الطبيب المعالج لأحمد رفعت، واللي اتكلم عن اللي حصل لأحمد رفعت من أول ما وجوده في البيت واللحظات الأخيرة لأحمد رفعت والحد نقله للمستشفى وعملية الإنعاش القلبي ليه في اللحظات الأخيرة. احمد رفعت كان موجود في بيته بشكل طبيعي جدا، كان قاعد في البيت وطلب من والدته انها تجيب له طبق فاكهه علشان ياكله، راحت والدته تحضر ليه طبق الفاكهه، واثناء عودتها رجعت لقيت احمد مغمى عليه. طبعا حاله من الخوف والرعب في البيت. احمد رفعت كان الحقيقه تاريخه المرضي مقلق للغايه. 11 مارس الماضي احمد رفعت سقط في مباراه مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في مشهد صعب جدا كلنا شفناه، نام على الارض
عربيه الاسعاف نزلت، محدش عارف ايه المشكله اللي عند احمد رفعت، علشان نتفاجئ ان في توقف في عضله القلب. 90 دقيقه احمد رفعت كان غايب عن الحياه، قلبه متوقف تقريبا ميت، لكن ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعاد مره اخرى للحياه، لكن ظل في غيبوبه فتره كبيره جدا علشان يخرج من المستشفى يوم 11 ابريل الماضي ويتم استكمال علاجه في المنزل. بعد ما حصل احمد رفعت وقع في البيت مره واحده مغمى عليه، حاولوا يعرفوا ايه اللي فيه، اتصلوا بسرعه هاتفيا بالدكتور. طبعا ده اللي بيحكيه الدكتور احمد عيسى الطبيب المعالج الخاص لاحمد رفعت في تصريحات للوطن. اتصلوا بيه بسرعه قالوا له قول لنا يا دكتور احمد ملقى على الارض ومش عارفين ايه اللي حصل. قال لهم بسرعه وصلوا احمد بجهاز قياس نبضات القلب اللي هو الجهاز اللي احمد كان بيخضع ليه جلسات ليه كل يوم علشان يقيسوا مدى قوه عضله القلب ويقيسوا نبضات احمد رفعت. بعد ما تم توصيله بالجهاز لقوا عنده حاله يعني تسمى علميا اسيتول او توقف النشاط الكهربائي للقلب. طبعا سريعا الدكتور طلب منهم ان هم يوصلوا احمد رفعت بسرعه للمستشفى لان الحاله خطره جدا. راح المستشفى وتم عمل لانعاش رئوي، لكن الحقيقه ده ما كانش كافي، احمد رفعت رحل عن الحياه، وده كان سبب يخلي احمد رفعت سبب يخلي الناس طبعا يعني النهارده تنهي احمد رفعت بشكل كبير جدا وحاله حزن كبيره شفنا فيها الوسط الرياضي بشكل كامل. الحقيقه الدكتور احمد اشرف عيسى استشاري القلب والقسطره وطب القلب الرياضي في جامعه عين شمس والطبيب المعالج بيتكلم عن تفاصيل اللحظات الاخيره، قال ان احمد كان من اسبوع عنده في عيادته، احمد كان مبسوط جدا بتطور حالته الصحيه، احمد كان عنده امل على فكره انه يعود مره اخرى للملاعب، لكن الدكتور كان اتكلم وقال انه يعني الفتره الاخيره طبعا احنا شفنا بالفعل احمد رفعت وهو في زياره للنادي ولفريقه مودرن فيوتشر، وشفنا كمان لقائه التلفزيوني منذ ايام. احمد رفعت كان شكله طبيعي جدا وهو حتى اتكلم وقال ان في تحسن كبير في حالته، لكن محدش كان عارف. النهارده اتفاجئنا في الساعات الاولى من صباح اليوم بوفاه اللاعب احمد رفعت، خبر صادم وحاجه توجع القلب. الحقيقه شاب في عمر 31 عام يحصل له كده، ويعني يمكن احنا كان لينا مداخله مع الدكتور عادل الاتريبي استاذ القلب بجامعه عين شمس اتكلم عن توصيف الدقيق لحاله احمد رفعت، وقال انه الجهاز اللي كان بيتعرض ليه احمد رفعت كان هو اللي بيقيس ضربات القلب وبيقيس قوه عضله القلب لاحمد رفعت، وقال انه الجهاز ده هو اللي كشف عن ما حدث لاحمد رفعت في اللحظات الاخيره. الجهاز هو اللي قال ان احمد رفعت عضله قلبه بقت يعني لا غير صالحه، او عضله القلب ونبضات القلب بتؤشر لكارثه صحيه. طبعا يمكن اللحظات الاخيره في حياه احمد رفعت وهو جوه بيته شخص بيطلب انه ياكل فاكهه، مفيش اي شيء غريب. الدكتور بيتكلم انه احمد ما كانش عنده صداع، ما حسش انه عاوز يرجع، بطنه مش وجعاه، ما فيش مشكله في الصدر، ما فيش مشكله في التنفس، ما فيش مشكله، ما عندوش اي وجع في قلبه. احمد كان ما فيهوش اي مشكله، وده اللي كان اتكلم فيه وقال احنا اسبوعيا بنتكلم مع احمد في التليفون علشان نعرف يعني نشوف التفاصيل ايه اللي بيحصل. احمد كويس بيتابع معايا كل اسبوع وكل 15 يوم بيكون موجود عندي في العيادة علشان نعمل قياسات ونشوف الموضوع. يمكن احمد كان الحقيقة اتكلم عن فترة تعبه وفترة دي، وقال انه مش فاكر تماما ايه اللي حصل له بعد وقوعه في الملعب في مباراة الاتحاد السكندري والمنظر اللي خطف قلوبنا وعصر قلوبنا عليه، وقال يمكن الفترة دي كلها هو ما كانش يعني كان زعلان جدا انه طبعا الفترة دي يمكن مش موجودة في حياته او مش فاكرها، لكن اللي اسعده هو حب الناس ليه وحب ملايين الناس ودعوات الناس اللي الحمد لله قومته بالسلامة طبعا قبل ما يغيب عن عالمنا النهاردة. مشاهد جنازة احمد رفعت مشهد مهيب، مفيش حد في الجنازة مش حزين، اصدقائه
يعني يمكن كلهم من الوسط الرياضي ولعيب الكرة حالة من عدم التصديق والذهول. أحمد رفعت الشاب اللي يعني كله صحة وحيوية. أحمد رفعت لعيب كرة من وهو يعني منذ نعومة أظافره زي ما بيقولوا. أحمد رفعت لعيب كرة العين تحب تشوفه. لعيب كرة حريف يمكن بدأ مشواره وهو صغير، ابتدى اسمه وتعرف في نادي إنبي، مر بمحطات كتيرة في الاتحاد السكندري وطبعا فترة تواجده في نادي الزمالك وكمان في نادي إنبي في الدرجة الأولى، وحتى طبعا مش رحلته أو محطته الأخيرة في مودرن فيوتشر كان متألق بشكل كبير جدا، كان قاب قوسين أو أدنى للانتقال للأهلي، لكن توقفت الصفقة بسبب طبعا مشاكل قانونية قبل القيد لحد ما تم إغلاق الصفقة، وفضل أحمد رفعت في فيوتشر. يمكن انضم كمان لمنتخب مصر في فترة كانت رائعة، ويمكن يعني في دورة الألعاب العربية كان أحمد رفعت ليه دور كبير في هذه الدورة، وحقق الحقيقة يعني جزء كبير حسب كلامه من أحلامه بانضمامه لمنتخب مصر، وأنه هو يكون كان يتمنى يكون لعيب له دور أساسي في منتخب مصر. النهاردة الجنازة حاجة تحزن، لكن الألاف من محبي أحمد رفعت كانوا بيودعوه الوداع الأخير. كل الناس في المقابر رافضين يتحركوا، رافضين يمشوا، مش مصدقين أنهم خلاص هيسيبوا أحمد رفعت ويرحلوا أو يسيبوه. أحمد رفعت اللي كان في وسطهم وكان بيلعب وكان يمكن من أفضل لاعبي مصر. دايما لما نقول اسم أحمد رفعت نقول اسم الهافات أو اللعيبة الحريفة القليلين النادرين. أحمد رفعت كان متميز في حاجات كتير، بيلعب بيمينه وبشماله، بيسدد ركلات حرة بشكل مميز جدا، لعيب عنده شخصية ولعيب بيتميز بصفة خلت كل الناس النهاردة حزين عليه، وهي الاحترام. لعيب محترم، لعيب ما عملش مشاكل، لعيب دايما سيرته حلوة وسيرته العطرة دي استمرت حتى بعد رحيله. يمكن النهاردة اليوم من أوله بادئ بلمحة حزن الحقيقة. صحينا على خبر وفاة أحمد رفعت، يمكن هو توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر هذا الحزن معانا بطبعا أنباء وفاته وأسباب وفاته، وكمان يعني مشاهد بقى جنازته ووجود أصدقائه في المقابر بشكل يعني يحزن ويوجع القلب. أهله كمان وأسرته اتكلموا ومش مصدقين. أحمد كان لسه مكلمنا، أحمد كان لسه قاعد معانا، صحابه بيقولوا أحمد كان لسه موجود في النادي وبيسلم علينا، والدته ده كان طالب مني طبق فاكهة علشان يأكله وملحقش يأكله. الحقيقة يمكن زي ما بنقول لحضراتكم المشاهد كانت صعبة جدا، ولكن اللي فسر المشهد هو الطبيب المعالج لأحمد رفعت واللي الوحيد اللي عارف حالته، الدكتور أحمد عيسى، وهو استشاري طبعا قسطرة القلب والطبيب المعالج الخاص لأحمد رفعت، وقال أن أحمد رفعت اللي حصل له كان بدون أي مقدمات، بدون وجع، بدون ألم، بدون إحساس بأي مشاكل في الصدر أو القلب، بدون إحساس بترجية، بدون يعني العلامات أو الدلالات اللي بتحصل أي حد عنده مشكلة في قلبه. كل اللي حصل ان احمد كان موجود في بيته وفجأة اغمى عليه، جريوا على طول حاولوا ينقذوه ما عرفوش. اخوه اتصل بيه الدكتور احمد عيسى الطبيب المعالج ليه او الطبيب الخاص بيه، وقال له احمد اغمى عليه، قال له بسرعة وصله بجهاز طبعا الخاص باحمد رفعت واللي كان يعني بيخضع لجلسة ليه بشكل دوري علشان يعرف نبضات القلب اخبارها ايه، ويعرف عضلة القلب ايه اللي حصل فيها. قياسات الجهاز اثبتت ان احمد رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مشكلة في عضلة القلب وفي توقف في النبض. بسرعة طلب الطبيب ان هم يجروا على طول على المستشفى علشان يلحقوا احمد رفعت، لان هو كان ادرك وقتها وهو بيتكلم في حديثه لينا يعني، وقال انه حس ان وقتها خلاص يمكن النهاية قربت، يمكن صدمات الكهربائية يعني تنقذ اللاعب، وده اللي كان تعرض ليه. يمكن كان احمد توصيف العلمي لحالته قبل وفاته بدقائق هي كانت اسيتول او التوقف الكهربائي لنشاط القلب، علشان كده جريوا بيه على المستشفى، اتعمل له صدمات كهربائيه للقلب علشان يتم انقاذه، ولكن احمد رفعت رحل علشان يسبب حزن كبير جدا. احمد في اخر ايامه يمكن كان الناس الدكتور
بيتكلم الطبيب المعالج بيقول كان عندي في العياده فرحان جدا وانا بقول له بديله يعني الفحوصات وبقول له يا احمد الموضوع ابتدى يتحسن. احمد كان سعيد للغايه بحالته الصحيه اللي بتتحسن، حتى ابتدى شفنا ينشط مره تانية وشفنا حركته سواء بزيارته لنادي فيوتشر او حتى بتواجده اعلاميا بشكل كبير وظهوره في لقاءات تلفزيونيه. ولكن يعني اللي حصل له ما كانش ممهد لي ابدا ولا كان لي اي مقدمات. طبعا احمد يمكن لي بعض المشاهد اللي ما تتنسيش حتى طبعا في صعيد الكرة وحتى على صعيد منتخب مصر زي هدفه في السودان في بطولة العرب. اجواء مميزة وجو جميل ولطيف، واحمد كمان كان من الناس اللي دمها خفيف وتتحب ولي اصدقاء كتيرة في اصدقاء يعني العديد من الصحاب و المعارف في يعني الكرة. وطبعا كان هو من الناس النظيفة والناس اللي قلبها جميل، علشان كده كل الناس النهاردة زعلانة على احمد رفعت. يمكن موضوع قلبه الناس ربطته شوية بإريكسن نجم الدنمارك وقالوا هو ليه ما تمش علاجه زي إريكسن، ليه ما سافرش بره، ليه اشمعنى إريكسن بعد اللي حصل له في يورو طبعا اليورو الماضي والمشهد اللي توقف فيه المباراة او توقفت فيه مباراة الدنمارك بشكل كبير جدا، وشوفنا دائرة اللعيبة حوالين إريكسن وقلنا خلاص اللعيب ده استحالة انه يلعب كرة مرة تانية. شوفنا إريكسن بيلعب بشكل طبيعي جدا وشوفنا انضمامه لمانشستر يونايتد وشوفنا تألقه سواء في الدوري الانجليزي او حتى في على صعيد المنتخبات مع منتخب. اشمعنى احمد رفعت؟ احمد رفعت تقريبا نفس اللي حصل ل يعني اللاعب إريكسن الدنماركي، ولكن ده اللي كشفه الدكتور عادل الاتريبي استاذ امراض القلب بجامعه عين شمس، وقال ان احمد رفعت اللي يختلف عن حاله إريكسن انه احمد رفعت بالفعل كان عنده مشاكل في القلب طبعا مشاكل مسبقه قبل الوقعه دي، وقال انه له احد اقاربه من الدرجه الاولى توفي بسبب هذا الامر. تم طبعا يبدو ان هو الموضوع فيه شق وراثي بعض الشيء. كمان احمد رفعت كان يفترض انه الفتره العلاجيه وده شيء علمي بتاعه الحاله لاحمد بتاعه حاله احمد رفعت لازم تستمر العلاج او فتره العلاج لازم يستمر ما بعد ستة اشهر علشان يتم تركيب الجهاز اللي موجود في قلب إريكسن. الجهاز ده هو عباره عن جهاز صغير جدا ولكن في مستشعر لضربات القلب، اول ما بيكون في توقف في ضربات القلب بيعمل صدمات كهربائيه بشكل سريع جدا علشان يتم الحاق بإريكسن ما يكونش عنده توقف في القلب، لان توقف في نبضات القلب او نبض القلب او عضله القلب معناها وفاه يعني انيه زي ما بيقولوا. في الحال يتم يعني الشخص يفارق الحياه فورا، هذا الجهاز كان هيتم تركيبه لاحمد رفعت، ولكن لازم الشخص اللي كان في حاله احمد رفعت يتم علاجه او يمشي بالعلاج يعني مده لا تقل عن 6 اشهر علشان بعد كده يقدروا يعملوا عمليه ويركبوا له هذا الجهاز، ويمكن وقتها كان رجع يلعب كره تاني زي ما كان بيتمنى احمد رفعت، وقال انا نفسي العب كره تاني. لما اتسال في لقاء تلفزيوني وقال اتمنى العب كره تاني سني لسه مش كبير ونفسي العب كوره واتمنى ان انا العب كوره. لكن الحقيقه خلال فتره علاجه كان في شيء برضه كشف عنه دكتور عادل الاتريبي وقال ان بعد اللي حصل لاحمد رفعت واللي شفناه وبعد كمان المشاهد اللي شفناها في المستشفى وزياره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ليه، واول مشهد نشوفه لاحمد رفعت داخل المستشفى بعد افاقته من الغيبوبه اللي استمرت لايام، احمد بعدها حصل له مشكله في الشريان في القلب، وكمان تم علاج هذا الشريان من خلال عمليه جراحيه وتدخل جراحي، لكن الحمد لله تم شفاؤه منها وبقى يعني ماشي زي ما بيقولوا بتعليمات الاطباء. مفيش كلام في اكله، في شربه، في نومه، في فحوصاته، احمد كان ماشي بتعليمات الاطباء، لكن الغريب والمفاجئ انه حالته كانت ابتدت تتطور. حاله احمد رفعت كانت ابتدت تتحسن، وكمان كان في بعض الشيء او كلام عن زي ما هو قال الطبيب اللي عالجه في البدايه انه كان في احتماليه انه يلعب كره تاني. يمكن دكتور عادل الاتريبي كان قال لنا
انه من الصعب انه كان يلعب كورة لانه حصل له تليف في القلب، ولكن الطبيب المعالج قال انه كان في احتمالية انه يلعب كورة بعد فترة بعد ما يتم علاجه، وبعد كمان ما يعني يركب لي هذا الجهاز اللي ساعد الحقيقة ناس كتير حصل لهم نفس موقف احمد رفعت في ان هم يكونوا متواجدين بشكل كبير في الملعب. طبعا احنا تحدثنا مع دكتور احمد عيسى الطبيب المعالج، وقلنا قال لنا الحقيقة تفاصيل صادمة نتكلم عنها ونقول لحضراتكم عن هذا الموضوع. يمكن احمد رفعت يعني او الكلام اللي اتقال في مع الدكتور الطبيب المعالج والفجأة وحالة الفزع اللي حصلت يعني في منزل احمد رفعت كانت صعبة جدا. خلونا كمان نقول لحضراتكم الدقائق الأخيرة قبل وفاة احمد رفعت، واللي قالها اهله في تصريحات خاصة للوطن، وقالوا ان الثواني الأخيرة في حياة احمد كان مع اصدقائه بيتفرج على مباريات الامم الاوروبية بشكل طبيعي جدا. شفنا امبارح طبعا ماتشات للامم الاوروبية، كان احمد متابع جيد جدا للكرة الاوروبية، بيتفرج على ماتش البرتغال وفرنسا ومن قبله ماتش اسبانيا والمانيا، وقعد مع اصحابه بشكل عادي جدا. خلص الماتشات اللي خلصت يمكن الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل، رجع بيته طبيعي جدا زي كل يوم، ما كانش بيشتكي من اي حاجة. كمان رجع احمد للبيت وهو يعني في حالة عادية جدا، دخل اوضته واتكلم وقال طبعا او طلب من والدته انها تجيب له طبق فاكهة علشان ياكله، ولكن رجعت والدته من يعني المطبخ بطبق الفاكهة، احمد ما كانش موجود، احمد كان سقط على الارض وكان في حالة الحقيقة حالة اغماء تام بعد ما طبعا والدته جابت لي طبق هذا طبق الفاكهة. طلب من والدته زي ما قلت حضراتكم الطلب الاخير، نبضات قلب احمد كانت ضعيفة بشكل كبير جدا، شقيقه اتصل بالدكتور علشان يشوف ايه اللي حصل. الدكتور طلب منه انه يوصل احمد بالجهاز اللي بيتم قياس من خلاله نبضات القلب وعضلة القلب، ولكن الطبيب تفاجأ من نتائج هذا الجهاز، قال له فورا تروحوا للمستشفى علشان يتم نقل احمد لهناك عشان يحصل له حالة من الانعاش الكهربائي للقلب بعد ما حصل له المسمى العلمي لحالة احمد رفعت الاسيتول او توقف النشاط الكهربائي للقلب. طبعا حزن كبير جدا شفناه خلال يعني الساعات اللي فاتت، وخلال طبعا احمد رفعت وجنازته اللي كانت الحقيقة مهيبة جدا، الناس حزينة، كل الحزن، وسط الرياضي، لاعبين، جماهير، رؤساء أندية. يمكن احمد الحقيقة من شدة ادبه واحترامه وان هو ربنا سبحانه وتعالى كان مديله ملكة حب الناس، يمكن كان اتكلم عن زيارة دائمة للرئيس نادي الاتحاد محمد مصرح وكمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ليه، وقال دعمهم ما كنتش مصدقه، كنت متفاجئ منه جدا، وكان مصدوم من حب الناس ليه، ما كانش يتخيل انه تعبه او فترة مرضه دي تكون تعمل حالة الضجة الكبيرة في الشارع وفي الوسط الرياضي بهذا الشكل. يمكن كان كمان اتكلم عن الفترة اللي سبقت يعني الحالة اللي حصلت له وسقوطه في مباراة الاتحاد امام مودرن فيوتشر، وقال انه كان في ضغط عصبي شديد جدا، كان في حالة نفسية صعبة جدا يمكن عمر ما لعب كرة وصل لها، وقد تكون هذه الحالة اثرت على احمد رفعت خلال يعني هذه الفترة. دكتور محمد كامل مدير عام المستشفى اللي توصل ليها يعني اللاعب في بداية ازمته الصحية، كشف اللي حصل للاعب منذ دخوله لإسعافه وحتى خروجه. قال في تصريحاته للوطن ان اللاعب تعرض لثمان محاولات انعاش للقلب على مدار ساعة ونص. احمد رفعت كان بيحاول ان هو ينعشوه، ولكن النبض عاد مرة اخرى، الا انه في ظل الغيبوبة
يعني ظل فيه الغيبوبة خلال الشهر الأول طبعا من دخوله للمستشفى وعلى أجهزة التنفس علشان يستعيد وظائف الجسم عملها. ساعة ونص 90 دقيقة أحمد رفعت كان ميت، ولكن عاد النبض مرة أخرى وظل أحمد رفعت في الغيبوبة لحد ما في يوم 11 من إبريل الماضي خرج أحمد رفعت من المستشفى وهو سليم ومعافى، ولكن كان بحاجة للوقوف في المنزل فترة طويلة، وقال إن هو خرج من المستشفى بمعجزة طبية لكنه يعني استعجل بعض الشيء، كان لازم يفضل شوية، وقال إنه كان عليه يعني أو يجب الفترة اللي جاية يستمر في التحاليل والفحوصات بسبب الحالة اللي عنده، وكان يعني في حالة صعبة جدا، حالة قلبية يعني من الحالات النادرة الحقيقة اللي بتحصل، ولكن شفناها أكتر من مرة في الملاعب سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإعلامي. استمر أحمد رفعت في رحلة العلاج دي من منذ خروجه من المستشفى يوم 11 إبريل وحتى النهاردة كان مستمر في الفحوصات والتحاليل، وده اللي كشفه الطبيب المعالج الخاص بأحمد رفعت دكتور أحمد عيسى، وقال انه كان اسبوعيا بيكلمه في التليفون عشان يعرف منه كل التفاصيل، يطمن منه على حالته لو في اي يعني مشاكل صحية عند احمد رفعت يتم على طول التدخل، كمان كل 15 يوم كان الطبيب بيكون يعني احمد رفعت عنده في العيادة علشان يعني يفهم او يعرف حالته ايه، يشوف الفحوصات الكاملة لأحمد رفعت ويطمنه، وآخر مرة كان عنده كان مبسوط وسعيد جدا بفحوصاته قبل ما طبعا يعني ده كان منذ أيام قليلة يمكن أسبوع أو أقل، لكن هو يعني كان الحقيقة حزين جدا جدا على هذا الأمر. وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قال ان عقد اللاعب الراحل احمد رفعت مع نادي فيوتشر بيمتد لاربع مواسم، وبالتالي هيتم تسليم راتب احمد رفعت السنوي كاملا لاسرته كل عام طوال مدة العقد. مرة تانية وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قال ان عقد اللاعب احمد رفعت اللاعب الراحل اربع سنين، وبالتالي هيتم تسليم راتب احمد رفعت السنوي كاملا كانه موجود كانه مغاب، هيتم تسليم راتبه لاسرته كل عام طوال مده العقد. طبعا يعني غاب احمد رفعت ورحل عن الحياه، ولكن يعني لا نملك الا ان اقول ربنا يرحمه، وده قضاء الله وقدره، ندعي له ان شاء الله يكون مرضه شفيع لي يوم القيامة وفي الآخر. مشاهدينا دي كانت كل التفاصيل، وإلى هنا تنتهي تغطيتنا الإخبارية، لكن مستمرين مع حضراتكم في تغطية أهم الأخبار والأحداث على مدار اليوم لحظة بلحظة من الوطن لايف. بشكركم، إلى اللقاء.